نعود إلى ملف العلاقات السعودية الأمريكية. رحب نائب وزير دفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بالتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل مع الحلفاء ضد اعتداءات إيران ووكلائها. وقال نائب وزير الدفاع السعودي: نرحب بالتزام الرئيس بايدن بالعمل مع الحلفاء لحل النزاعات، ونتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة. من جهته، أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة ستواصل العمل مع أصدقائها في أمريكا كما فعلت طوال 7 عقود. الجبير قال في سلسلة تغريدات إن المملكة تتطلع للعمل مع أصدقائها في أمريكا لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات. الجبير اعتبر خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن تاريخيا، مضيفا بأن هذا الخطاب أكد التزام أمريكا بالعمل مع حلفائها لحل الصراعات. وفي سياق متصل، غرد الجبير بالقول إن السعودية وأمريكا بذلتا دماء لتحرير الكويت ولمحاربة القاعدة في اليمن وداعش في سوريا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في كلمة له على دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها. Time. Saudi Arabia faces missile attacks, UAV strikes, and other threats from Iranian-supplied forces in multiple countries. We're going to continue to support and help Saudi Arabia defend its sovereignty and its territorial integrity and its people. أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا حول السياسة الخارجية. وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية وصفه بالخطاب التاريخي، وهذه أبرز سماته. أولا، لا ذكر لملف إيران، فهل يعني ذلك بأن إيران لم تعد مصدر كل الشر كما كتبت بي بي سي، أم أن الملف حساس وما زال قيد المراجعة؟ ثانيا، تشدد واضح مع روسيا والصين. بايدن قال إن واشنطن ستواجه الأنظمة المستبدة في روسيا والصين. ثالثا، إعادة إنتاج شعار أمريكا أولا الخاص بالرئيس ترامب، وإنما بشكل آخر. يقول بايدن: السياسة الخارجية يجب أن تكون مبنية على مصلحة الأمريكيين. رابعا، الدبلوماسية تعود للواجهة، وهناك رجل لهذه المهمة، أنتوني بلينكن. الدبلوماسية تعود إلى الواجهة، وهناك طبعا الكثير من الملفات أمام الولايات المتحدة الأمريكية. ينضم إلينا من جدة دكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث. دكتور عبد العزيز، يعني موضوع عدم ذكر إيران حتى هو يعني من العناوين على القنوات الأمريكية مثل CNN وغيرها، هل عن قصد أغفل هذا الملف أم أنه ليس جاهزا؟ مساء الخير لك ستريما ولكل المشاهدين العربية. في حقيقة الأمر مثل ما تفضل معالي الأستاذ عادل جبير أنه خطاب تاريخي ومهم، وضع أسس السياسة الخارجية الأمريكية. وحينما تطرق لموضوع اليمن بالتحديد، هو تحدث عن ما تتعرض له المملكة من عمليات. في خطابه بالتحديد في عن موضوع التدخل التركي في ليبيا كان واضحا بذكر تركيا، أما في اليمن لم يتطرق لإيران مع الأسف الشديد، بالرغم أنه يعلم أن هنالك أكثر من 340 صاروخ باليستي تعرضت له المملكة، ما يقارب 499 مسيرة جوية بمعنى الدرونز. هنالك أيضا عدد كبير من 63 زورق مفخخ، أيضا أكثر من 92,400 مقذوفة جاءت المملكة كلها من قبل حوثيين، وهذه لم تكن لتكون بيد الحوثيين لولا الدعم الإيراني والتدخل الإيراني والدور الإيراني. فكنا نتمنى أن يذكر إيران بالاسم، لكن عدم ذكره لإيران بالاسم ربما هو لأسباب خاصة بموضوع التفاوض مع الجانب الإيراني. المبعوث الأممي سوف يزور إيران يوم الأحد مع وفد مع إيران حتى
يحاول أن يفهم الموقف الإيراني فيما يتعلق بموضوع اليمن بالتحديد، وهذه قضية مهمة. ولكن بالمقابل الملف الآن ينتقل تدريجيا للولايات المتحدة، وتعيين السيد يعني تيم ليندر كينغ هو رجل دبلوماسي مخضرم معروف وله تغريدات سابقة على فكرة لو عدنا إليها، هو كان يرى أن التدخل الإيراني في اليمن من أهم الأسباب التي تدعو لعدم الاستقرار واستمرار هذا الوضع في اليمن. لذلك يعني الأيام القادمة سوف تبين ما الدور الذي سوف تقوم به الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوضع. يعني ذكر موضوع القاعدة والتعاون على فكرة، المملكة الولايات المتحدة من 98 ميلادي يتعاونون لمكافحة الإرهاب في اليمن، سواء على مبدأ المعلومات الاستخبارية، على مبدأ التعاون العسكري، التبادل المعلومات الكبير. هناك تعاون كبير وقوي في هذا الجانب. دكتور عبد العزيز، فيما أنت تتحدث نرى خطابا مباشرا للرئيس جو بايدن. اليوم الموضوع ليس السياسة الخارجية وإنما الوضع الاقتصادي والشؤون الداخلية الأمريكية، ويعني يتحدث عن الاقتصاد وصعوبة الأوضاع في هذه الأثناء، ويتحدث عن الحاجة لرفع الجوبز أو فرص العمل الوظائف، وأيضا يرفض خفض حجم المساعدات المالية للأمريكيين في حزمة التحفيز. طبعا هذه المساعدات جاءت على خلفية كورونا، الأزمة الاقتصادية التي حصلت بسبب كورونا، ويتحدث أيضا بقضايا أخرى لها علاقة بالحزبين الديمقراطي والجمهوريين. دكتور عبد العزيز، أعود لملف العلاقات الخارجية، السياسة الخارجية اللي كان رئيس بايدن أمس تحدث له عنه. ربما قد لا تكون علاقة بايدن أو ديمقراطيين مع دول الخليج والعالم العربي، ربما لن يكونوا الأحب على قلبه، خاصة بموضوع إيران، لكن هل بإمكانه أن يخفل مخاوف إسرائيل في هذه المرحلة، فيما إيران خصبت 20% من اليورانيوم، ويمكن اعتبارها بأقل من سنة ربما قوة نووية في الشرق الأوسط؟ ولا يستطيع تجاهل هذا. هنالك يعني إيران قامت بخرق كامل الاتفاقية الموجودة، سواء في نسبة التخصيب، السماح لإيران بالاستمرار في المختبرات والR&D، ما يسمى الأبحاث والدراسات المختبرية، هي استطاعت من خلالها أن تطور نسبة التخصيب من الحد الذي كان مسموح لها ما يقارب 3.5 تقريبا إلى ما يسمى ب20%، واستعداد إيران أن تذهب لأكثر من ذلك حسب ما ذكره سيد صالحي في إيران بالنسبة للتخصيب. هي زادت من نسبة أيضا الطارد المركزي، هي أيضا زادت من النوعية المعدات التي استخدمتها الجيل الثاني، وهذا خرق كامل. فهو السؤال، كيف سوف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران مقابل كل هذه الخروقات التي قامت بها؟ هل سوف تصر الولايات المتحدة أنه لابد من العودة إلى اتفاق جديد ينظم كل هذه الخروقات التي كانت موجودة؟ وهل بعد هذا الاتفاق وتنظيمه سوف يأخذ في الحسبان المتطلبات الخليجية والإقليمية مثل ما ذكرها الرئيس الفرنسي، أم أن الولايات المتحدة سوف تخضع للمطالب الإيرانية لأسباب وحجج قد لا نعلمها في الوقت الحاضر برفع العقوبات الاقتصادية، عودة الاتفاق، ومن ثم التفاوض؟ لا يوجد ضمين حقيقي لتنفيذ هذا الاتفاق من قبل إيران في حالة أخذ هذا الطريق، وإنما ما هو مطلوب الآن، يعني هو الآن الولايات المتحدة تعترف بالتهديدات الإيرانية، تعترف بالخروقات الإيرانية الموجودة، كيف سوف تتعامل مع هذه؟ هذا ما ننتظره في الأيام القادمة. هو بالأمس أكد على حق المملكة وسيادتها وموقف الولايات المتحدة لدعم المملكة من ناحية دفاعية. المملكة لم يحصل في تاريخها أن اعتدت على بلد. ما يحدث في الحد الجنوبي المملكة هو تهديد للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، وبسبب هذا التهديد المملكة حتى شراءها للسلاح، هم تحدثوا عن إيقاف بعض أنواع الأسلحة ما يسمى بالبريزيشن بومب اللي هي القنابل الأكثر تحديدا أو السمارت بومب، لكن هذه القنابل لم تستخدمها المملكة إلا في الرد. ولو لاحظنا تاريخ الردات العسكرية المملكة كانت دائما تأتي بعد ضربة عسكرية أو بعد إرسال صواريخ حوثية يرسلوها
على المملكة، في المملكة لابد أن ترد حتى تقول أنا هنا لأدافع عن هذا الوطن وعن مكتسباته وعن مواطنينه وعن كل ما فيه، فهي لا تقبل اعتداء عليها. فهو أكد على حق المملكة في الدفاع، وموقف الولايات المتحدة الداعم لدفاع المملكة عن حقوقها. ولذلك كلمة سمو الأمير فيصل فرحان وزير الخارجية وكلمة سمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان هي أكدت يعني أولا شكر الموقف الأمريكي والترحيب به، ولكن أيضا قالت أنها داعمة للشرعية، داعمة للحوار السياسي، هي لا ترفض الحوار السياسي ضمن الثلاثة محاور الرئيسية المعروفة، ولكن أيضا بالمقابل سوف ترد إذا هنالك أي هجمات من قبل حوثيين أينما كانت وفي أي وقت كانت. لا شك أن الأسابيع والأشهر المقبلة مهمة جدا في يعني في معرفة أداء إدارة الرئيس بايدن في المنطقة. شكرا جزيلا لك. أنا معي من جدة الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث.